الدفعة الأولى من طلاب مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني للبناء والأشغال العمومية بالرياض، المكونة من 60 متدربا، تكمل مسارها التكويني بالمدرسة بعد 4 أشهر من التكوين المكثف في مجالات مهنية أساسية هي الكهرباء المنزلية، الطاقة المتجددة، التبريد والتكييف، التمديدات العامة، ونشارة الألمنيوم. تم هذا التكوين النوعي في إطار مذكرة تفاهم بين مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني للبناء والأشغال العمومية وشركة تازياز المحدودة. يمثل هذا التكوين تتويجا للتعاون بين القطاع الخاص في بلادنا والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التشغيل والتكوين المهني. إن مدارس التعليم الفني والتكوين المهني وما يتم من خلالها من تأطير وتأهيل لأجيال الشباب الموريتاني يعكس الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشاه القزواني، تلك الإرادة التي تتجسد في منح التعليم والتكوين عناية خاصة في مختلف البرامج الوطنية باعتبارها مفتاحا لجعل المواطن يساهم في تنمية بلاده وتأمين مستقبله ومستقبل أهله وأولاده، وهو الشيء الذي تواكبه حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود بفاعلية، وتعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني بخلق الآليات المناسبة له بجعل التكوين المهني متناسبا مع حاجات سوق العمل. تم اختيار الشباب المستفيدين من التكوين من قبل السلطات المحلية والمنتخبين في ولايات شير ونواكشوط الجنوبية ونواكشوط الشمالية. ففي سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة تازياز موريتانيا ومدرسة البناء والإشغال العمومية بالرياض القاضية بتكوين 120 متدربا على دفعتين، تم تنظيم هذه الدورة من 31 يوليو إلى 29 من نوفمبر 2023 لصالح 60 متدربا من ولايات إنشيري ونواكشوط الشمالية والجنوبية. ويسرني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المحلية والمنتخبين في الولايات المعنية على مواكبتهم المتواصلة للدورة التكوينية وإرشاداتهم للمتدربين. مدير العلاقات الخارجية بشركة تازياز موريتانيا السيد محمود كمال محمد نوه بالأهمية التي يكتسيها تخرج هذه الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لهذا العام الموجه لفائدة 120 شابا، مذكرا في هذا الصدد بأن شركة تازياز موريتانيا لديها الآن برنامج مماثل في نواذيبو يستفيد منه 60 شابا من الولاية، وسيكتمل التكوين فيه خلال الأيام القادمة لينضاف إلى برنامج تكويني آخر نظمته الشركة لفائدة 250 شابا ما بين 2019 و2022. المتحدث باسم المستفيدين من التكوين ثمن جهود القطاعين العام والخاص في توفير مثل هذه الفرص للشباب من أجل تسريحه بالمهارات اللازمة التي تمكنه من الولوج المناسب والسلس إلى سوق العمل الوطنية. وفي ختام هذا الحفل تم تسليم العديد من الشهادات للمستفيدين من التكوين إضافة إلى طاقم التدريب الذي أشرف على تكوين هذه الدفعة.